مشاهدينا الكرام، بفقرتنا الأخيرة سنتحدث عن الجريمة ووضعها في الأردن بازدياد في الآونة الأخيرة، حيث ترصد السلطات الأردنية بقلق الارتفاع الواضح لعدد جرائم القتل في البلاد، حيث شهدت الأردن عدد ملحوظ من جرائم القتل العمد في الآونة الأخيرة، حادثة إيمان رحمها الله والزوج الذي قتل زوجته الله يرحمها وغيرها، واليوم نصحو على خبر أب يقتل طفلتيه وبتفنهم في فناء المنزل. نحن مش بصدد نحكي تفاصيل هذه الحادثة، لكن سنتحدث عن وضع الجريمة بالأردن مع الأستاذ الدكتور حسين محدين، أستاذ علم الاجتماع والجريمة من جامعة مؤتة. أهلا وسهلا فيك دكتور ويسعد أوقاتك. مساء الخير لك وللإخوة المستمعين جميعا والمشاهدين أيضا. أهلا وسهلا فيك دكتور، كيف نقرأ المشهد الذي شهدته الأردن مؤخرا حول ارتفاع نسبة الجرائم، جرائم القتل خصوصا؟ من ناحية علمية يمكن قراءة هذا المشهد وفقا لمستويين. نعم. المستوى المصغر الذي يرتبط بالجاني والمجني عليه أو عليها بحكم ظروفهم وتنشئتهم الأسرية وخبرات الطفولة لديهم، إذ أن العديد من المؤشرات العلمية تؤكد أن من يقترفون مثل هذه الجرائم هم أناس أو أفراد يعيشون غربة خاصة داخل أسرهم بالمجمل، وأن علاقتهم مع خبرات الطفولة كانت قاسية، وعندما كبروا شعروا أن هناك حاجة لرد فعل جراء عدم قدرتهم على التكيف في علاقاتهم السوية اجتماعياً قيمياً ودينياً مع البيئة الضيقة أو المحيطة أو حتى المجتمع المحلي الذي يعيشون فيه، بغض النظر عن أسباب هذه الجريمة أو تلك. وعلى المستوى الأوسع طبيعة التحديات التي يمر بها المجتمع الأردني، سواء الاقتصادية في ظل ارتفاع نسب البطالة والفقر، أو السياسية ضمن إقليم ملتهب، والأهم من ذلك أيضاً ما القادم، وكان هذا السؤال أيضاً يدور في أذهان نعم. كثير من شرائح مجتمعنا، خصوصا ان المجتمع الاردني هو مجتمع شاب ولديه دافعيه ونزوع للاستشراف المستقبل بشكل جلي، الامر الذي يمكن ان يخلق نوعا من التوتر الواضح على الصعيد الفردي والمؤسسي والعلاقه بينهما عموما. يعني دكتور انت ذكرت انه بعض العوامل التي تزيد من نسبه الجريمه، فهل هذا هو يعني سبب او مبرر للجريمه؟ انت زي ما ذكرت انه الوضع الاقتصادي، الحاله النفسيه، ما هي العوامل التي تزيد من الجريمه فعلا؟ من ناحيه معرفيه وعلميه، ليس هناك عامل وحيد يمكن ان نعزو اليه قيام مثل هذه الجرائم. كما أسلفت أن الشخص الذي يقترف الجريمة هو الجاني أحياناً، أو الجاني يمكن أن يدفع المقابل إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم، لأن كل حالة من هذه الحالات تقاس على حدة. لكن بالمجمل أن السمات العامة لشخصيات المجرمة هي أنه يعاني من اغتراب في بيئته الضيقة، يشعر بفردية وأنانية خاصة فيه، وأحياناً نوع التربية التي تشربها تقوم على منحه أو تزويده بخبرات مبالغ فيها أنه مركز الأشياء، وأن كل ما يطلبه يجب أن يتحقق، وأنه لأنه ذكر غالبا يجب على الآخرين أن يمتثلوا لطلباته. فثمة لدينا بعض الدراسات والنظريات العلمية تؤكد على أن أحيانا العناية الزائدة بالأبناء والمبالغة في تنشئتهم بصورة غير سوية يمكن أن تدفعهم لارتكاب أعمال عنيفة، ليس فقط القتل وإنما ما هو أقل من ذلك، العنف اللفظي والوناع الأخرى من العنف. إذن هذه العوامل متفاعلة يمكن أن تفضي إلى ارتكاب شخص أو مجموعة أشخاص لمثل هذه الجرائم التي شهدنا بعضها في الآونة الأخيرة. هل دكتور نفهم من كلامك أن الجاني هو ضحية مجتمع سابق والآن يفرغ ما يعني يمكن أجري عليه من المجتمع سابقا؟ هذه جزء من التشخيص العلمي، لأنه زي ما أسلفنا أن الدائرة الأولى هي الأسرة، والأسرة هي التي يوكل إليها من قبل المجتمع عملية التنشئة. فإذا كانت هذه العلاقات الأسرية فيما بين أفرادها قائمة على التسلطية، قائمة على الاستحواذ، غياب القيم، الحوار،
أو الإهمال أو عجز الوالدين عن توفير الحد الأدنى من أسباب العيش، أو تعرض أي من الأبناء أو البنات إلى نوع من العدوان والعنف وأحيانا التحرش، أو السعي لإشباع ما نقصه من احتياجات في فترة الطفولة، يمكن أن تكون عوامل قائدة لمثل هذا الفعل من جهة. ومن جهة ثانية المجتمع نفسه، ما هي السمات أو الصفات التي يريد أن يتمتع بها الأشخاص أو الأفراد بعد مرورهم في مؤسسات التنشئة من الأسرة إلى المدرسة إلى الجامعة وصولا إلى المجتمع، لأن الهدف الرئيسي من أدوار الأسرة هو تزويد المجتمع بأسباب الاستمرارية في أعضاء يتسمون بالتوازن والتربية المعقولة من حيث المسموح فيه والمنهي عنه، أي السائد بالعادات والتقاليد المجتمعية. نعم دكتور، بما أنه شهدنا جرائم في الآونة الأخيرة وتزايد ملحوظ وكبير ومخيف، هل تعتبر أننا على إشراف بداية ظاهرة في المجتمع الأردني؟ أود التذكير بأن الجريمة كانت مصاحبة للإنسان منذ عهد قابيل وهابيل واستمرت معه وهي جزء من السلوكات البشرية، أينما وجدنا تجمعا بشريا وجدنا شكلا من أشكال الصراع. لكن هل في حقبة دون أخرى يمكن أن يزداد أعداد وأشكال هذه الجريمة؟ نعم، هذه قضية عادية، خصوصا أننا جزء منفعل من تأثيرات العولمية على هذه المجتمعات في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي والمحاكاة والتقليد، كما شاهدنا في الآونة الأخيرة لبعض الجرائم التي اقترفت، وبالتالي من المتوقع أن هناك علاقة طردية، أي كلما زاد عدد السكان كلما زادت أعداد الجرائم. لكن ما الذي يضبط هذه الثنائية؟ هو القانون، الضمير، المنظومة القيمية، وكيفية ومهارات الأفراد في التعامل فيما بينهم. هل هذه مهارات قائمة على احترام التعددية، على احترام مضامين الحوار، أم أنها قائمة على الوحدانيات، أي اعتقاد أي من الطرفين في المجتمع، المتفاعلين في المجتمع، أنه يملك الحقيقة لوحده، أو أن كل ما يطلبه يجب أن يتحقق له كما حصل مع بعض الجنات في الجرائم السالفة الذكر. دكتور، يعني هون عم نطلع على منظورة الجريمة وشكلها وطريقة الإجرام التي نراها، هل هي مرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي وما ينظر إليه الجاني ويمكن بعض الأفلام حتى التي تعرض ونراها ويتقمص منها الجاني يمكن بعض الخبرات السيئة والسلبية ويضفيها على جريمته؟ نقول أن الجريمة هو فعل اختياري للإنسان، إذا ما استثنينا نظرية علمية واحدة تحدث عن نظرية الصدفة، أي أن شخص ما ارتكب جريمة بحكم الصدفة لم يكن مخططا لها وهكذا. لكن إذا نظرنا إلى أغلب الجرائم لوجدنا أن هناك تنظيما ما وإرادة مسبقة في اقتراف مثل هذا الجرم، لكن وسائل التواصل التكنولوجي والاجتماعي زودت الجنات وغيرهم بوسائل ومعارف جديدة لم تكن متاحة من قبل، وإن كانت هذه الجرائم التي تعرض قد تكون في مجتمعات مختلفة، لكن أدوات الجريمة، مسرح الجريمة، التخطيط لدخول مسرح الجريمة والهروب منه كما حدث في الجريمة الأخيرة، كلها عوامل يمكن أن تكتسب من خلال ثقافة الصورة ومتابعة مثل هذا العنوان في الأفلام والمسلسلات وغيرها. إذ أن الإنسان بطبعه يمكن أن يكون لديه دافعية أو نزوعا جرميا يجد امتداده في نوعية المشاهد والأفلام التي يتابعها ويدرس تفاصيلها. ونجد أيضا أن الذاكرة التي تعتمد على الحالة البصرية والمشاهدة البصرية تختزن مثل هذه الأدوات ومثل هذه الطرائق في الجريمة، وأن غالبا ما يعاد تكرارها أو محاكاتها من قبل جل المجرمين أو المجرمات. نعم دكتور، يعني هل من إجراءات تعمل على الحد من تقليل نسبة الجرائم في المجتمع؟ علينا أن نقول أن هناك أدوارا مهمة يجب إعادة تفعيلها، بدءا من الأسرة مرورا في المدارس والجامعات وليس انتهاءا في المساجد والكنائس والإعلام بالمجمل. هذه أدوار بحاجة إلى تفعيل لأنها تقوم على دورين متكاملين، دور وقائي في التوعية ودور إجرائي في الإبلاغ وبث الوعي على نطاق واسع.
وهناك أيضا أهمية قصوى لتفعيل القانون، ولكن القانون يمثل عامل ضبط خارجي في السلوكات، لأن القانون بالأصل هو الاستثناء أي العقوبة أقصد. وبالتالي التكافل بين ما هو ذاتي من خلال التربية ومن خلال الوعي والحصانة والقيم الدينية والأخلاقية مع القانون الذي يتوخى منه أن يطبق بعدالة على الجميع وبسرعة في التقاضي وصولا إلى تحقيق الردع العام، كلها عوامل من شأنها أن تساهم في الحد من هذه الجرائم، سواء كانت جرائم قتل وهي ذروة هذه الجرائم وأشكال هذا العنف، أو حتى أنواع أخرى من العنف اللفظي أو الجسدي وغيره من ما هو دون القتل كما هو سائد أحيانا ومسكوت عنه في كثير من الأسر للأسف. نعم، يعني هو تكافل مجتمعي كامل من جميع أشكاله، من الأسرة إلى المدرسة إلى دور العبادة من مساجد وغيرها، حتى فعلا يتكافل المجتمع ويتم التقليل والحد من الجرائم. أنا بدي أشكرك الأستاذ الدكتور حسين محدين، أستاذ علم الاجتماع والجريمة بجامعة مؤتة، يعطيك ألف عافية، شكرا لإلك، وإن شاء الله ما نشوف جرائم بعد هيك ولا نسمع عن هذه المشاكل بمجتمعنا الأردني الطيب. شكرا دكتور.